نجاح كبير حصدوا نجوم مسرحية صنع في الكويت بإمارة أبوظبي، ومن الحضور يلي كانوا متواجدين النجمة فاطمة الصفي يلي كانت حريصة لحضور المسرحية ودعم زملائها وبشكل خاص شجون الهاجري. فاطمة الصفي يعني اليوم بصنع في الكويت بالإمارات، يعني سعداء إنه أنت موجودة اليوم على قناة الفجيرة، وانت يعني نجمه من الطراز الرفيع بالكويت. حبيبي ثانك يو. اول شيء احنا مستانسين ان احنا قاعد نعرض صنع في الكويت، ربعي قاعد يعرضون، لان انا سبورت حق ربعي بس موجوده هنا في دوله الامارات. مستانسين والجمهور ما شاء الله شيء ينن صح. وقديش الفنان صعب يدعم الفنان، وقديش حلوه الطاقه اللي منك رايحه لفريق العمل كله عم تدعم فيهم، هاي النفسيه قليل جدا ما نشوفها بين الفنانات تحديدا. بهالنقطة احط الفنان على جنب. مثلا انا وشجنو احنا خوات، وانا وربعي اللي على الستيج موجودين قاعد يعرضون، انا وايد فخورة فيهم. فهذا له علاقة بالانسان نفسه، الشخص نفسه. لو على فكرة احنا فنانين يعني عشان لا حد يطلع علينا سمعة، ترى ندعم بعض وايد، وبالعكس نستانس حق نجاح اذا في فنان ثاني ولا فنانة ثانية. أنا عن نفسي أستمتع بالنجاح، حتى لو في شخص مثلاً ما أعرفه شخصياً بس ناجح أستانس، أنا أستانس. تحبي نجاح الشخص؟ أحب النجاح حلو، إنه منو ما يستانس عن النجاح. بالضبط. وبما إن التقيت بفاطمة كان لازم أسألها عن رأيها بالجدل يلي صار حول مسلسل زوجة واحدة لا تكفي يلي كانت أحد أبطاله. أنت سهلت علي وايد، كنت قاعدة حاتي قلت شلون أقول لك، بس طلع الموضوع وايد سهل. بعد زوجة واحدة لا تكفي، هالعمل اللي كسر الدنيا نجاح رغم الجدل ورغم كثير كانوا ناس حابين، وسقف الجرأة مطروح بطريقة أو موضح بطريقة لطيفة من رؤية مخرج، من رؤية كاتب ومنتج. أنتوا كممثلين اليوم سقف التحدي صار أصعب للاختيار قد يكون، وعملك مع حودة حسين خلق هيك توليفة حابين الناس يشوفوها دائما. هل حيكون المشروع القادم مع حودة حسين أو في مشروع خاص لإلك؟ للحين ما تحدد. أما بالنسبة حق النقطة اللي قلتها، شوف أنا بس عندي كلمة شخصية، أنا فاطمة كفاطمة يعني بشكل عام، يعني أنا يعني كلمة جرأة يمكن يكون شيء مثلا أنا أتقبله أو شخص تاني ما يتقبله، هذا قرار شخصي. ولكن كفن أو كعمل أنا شخصياً هم أقدمه، أنا أقدم فكرة، أقدم حدث، أقدم فن، أقدم شخصية فقط، هذا اللي علي أنا أقدمه. ولكن الآراء تختلف ونحترم كل الآراء. هذا بالنسبة حق المسلسل، إن سويناه بشكل حلو الحمد لله، أنا مستمتعة يعني في هذا الشيء. والجدل ما خلص لهون، فبين كل فترة والثانية بتتعرض فاطمة لانتقادات كبيرة وبشكل خاص على شكلها، وهذا اللي شفناه أثناء عرض المسلسل بعد ما تفاجأ الجمهور بفقدانها لوزنها بشكل ملحوظ، والبعض حلل الأمر بإنها أخذت إبر تنحيف، هالشيء اللي عرضها لحملة تنمر كبيرة. فحبيت أعرف من فاطمة كيف تعاملت مع الموضوع. ضعفتي بشكل ملفت وجميل أيضا، أنا شايف يعني امرأة لطيفة قدامي، بس الناس انتقدوا أيضا وقالوا ممكن ما أخذ إبر هاي الطلع جديد، والضعف كتير يعني مبين عليها. هل أنت ضعفتي مرة واحدة وممكن ترجعي تسمني إلى حد ما، ولا أنت مبسوطة على اللي أنت فيه؟ أنا ضعفت أكثر من كذي عشان أرجع أسمن للوزن اللي أنا فيه الحين مع مدربين وأشياء. أما بخصوص إبر وعمليات تجميل، أنا مصرحة من زمان وقايلة أنا ما استحي أقول هذا الشيء. الشيء الثالث، الناس اللي مثلاً مو عاجبهم، لنقول اللي عاجبهم يمكن عاجبهم، بالعكس مشكورين وايد أحبكم. اللي مو عاجبهم ما شافوني بالصج عشان يقولون عاجبهم ولا لا، بالصج وايد غير عن السناب، وايد غير عن السوشيال ميديا. والله حلوة بلا فلاتر، أينن 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 وبلا فلتر، استحقاق نفسي عالي وأنا بحترم. ولأن فاطمة بتجمعها صداقة بين نور الغندور وليلى العبد الله بعيدا عن شاشات التلفزيون، كان ضروري أسألها عن النصيحة يلي بتقدمها لهالنجمتين يلي كمان تعرضوا الفترة الأخيرة لحملة انتقادات كبيرة من الجمهور. علاقتك مع ليلى عبد الله ونور الغندور حلوة، وعم نشوفها ورا الكواليس كمان كيمياء حلوة يعني، وكتير كمان هما بتعرضوا للانتقادات. شو بتحكي لليلى عبد الله تحديدا اللي صار عليها كتير لغط على بعض المواضيع اللي صارت معها مؤخرا؟ بقولك أنا ما راح أحكي لسبب، لأن ليلى ما حكت، فليش أنا أحكي؟ ليلى إنسانة كبيرة وعاقلة وفاهمة وخالصة، وإذا بقول لها شيء لا تردين على حد. ونور الغندور لا تردين على حد.
استمتعوا باللحظة اللي انتم فيها، استمتعوا بحياتكم، استمتعوا بنجاحكم، استمتعوا بكل شيء حلو انتم تحبونه ما حد ثاني غيركم يعرفه. يعني انت يمكن تستمتع تاكل ايس كريم، بس الناس يشوفون يا تفاهتك قاعد تاكل ايس كريم، اي مستمتع لان انا احب نفسي. انتم بعد حبوا نفسكم عشان ترتاحون، اصلا ترتاحون بالدنيا. وانا اللي بدي اختمه معك انه حبي نفسك وما عليك من حدا مع مسؤوليتي. حبيبي صدق لازم نحب نفسنا عشان كل شيء يصير حلو.